معاكم ازالة شعر الجسم كامل في 3 خطوات سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما تنسيش حط لايك، انت احسن سكراب ينفع للحركة دي هيكون سكراب القهوة اللي انا نزلته قبل كده. تمام، بعد كده هتشيلي ازالة الشعر او هتعملي ازالة الشعر بالطريقة اللي انت متعودة عليها غالبا، مش هتحتاجي مني ولا حاجة. ده الروتين اللي بيمنع الشعر ان هو يفضل تحت الجلد، او اللي هو جلد تحت الوزة، والمرطب بيخلي الجسم مرطب جدا. بس كده، يا رب الفيديو يكون هتحتاجي مني ولا حاجة. ده الروتين اللي بيمنع الشعر ان هو يفضل تحت الجلد، او اللي هو جلد تحت الوزة، والمرطب بيخلي الجسم مرطب جدا. بس كده، يا رب الفيديو يكون